من مهازل عصابة الحرام من الكازيرنا الجزائرية انه الشان هدايا على كاس افريقيا البطوله الافريقيه المحليين اللي كثر عليها الهضره انه في نفس اليوم الجمعه 13 جانفي اللي تفتح فيها يتم فيها افتتاح المنافسه في نفس اليوم يتجري القرعة تاع كأس العالم للأندية البطلة. وين هذا تجري هذا كأس العالم للأندية؟ عند الجيران في المغرب. أيوا وشكون راح يحضر للقرعة هذه؟ رئيس الفيفا ورئيس الكاف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللي منتظرينهم في الجزائر، من المفروض يجوا للجزائر. هذه يصير مع ضربة أخرى تاع القشع والمخزن والجيران هذولي، وهذه ثاني مؤامرة مغربية. كيفاش ما يحضروش الافتتاح في نفس اليوم؟ وباش الناس تكون على علم عفوا باش ما يجوش يخرطوا عليهم صحافة العصابة. ماشي المغرب يحدد تاريخ سحب القرعة، لا فيفا هي اللي يحدد التاريخ. زيد المغرب يحتضن كأس العالم المرة الثانية، ديجا نظمها المرة الأولى عفوا المرة الثانية، المرة الأولى دارها في 2014 نظن، وربحها البايرن دو ميونيك ضد الوداد تاع الدار البيضاء. نعم لحق لا فينال. وهذه المرة، هذه المرة الثانية اللي لا فيفا تعطي المغرب باش لا، ومع العلم انه في الجزائر صحافة بودور، وطبعا الشعب الجزائري ما عنده حتى علاقة. صحافة بودور يقول لك المغرب ما عندوش، ما يقدرش ينافس الجزائر في تنظيم كأس افريقيا للأمم 2025 لانه ما عندوش ملعب مغطى، ما عندوش ستاد كوفير. ياك في ستاد كوفير، ستاد كوفير وفيه نص تريبون، ياك ستاد برقي، ستاد كوفير فيه نص تريبون، هذاك ما شفتوهاش. لا علينا، ما عندهمش ستاد كوفير، بصح لا فيفا عطاتهم ينظموا كاس العالم للانديه البطله. وعلاش الجزائر ما طلبتهاش؟ وعلاش الجزائر ما طلبش تنظم هذه المنافسه؟ حشد في الشان، والشان راحت في السدلانه الاخرى ديالها. ونذكر بانه العصابه مستعده تدفع اي ثمن، 400 ألف دولار تكلمت عليها أنا، قال هذيك غرامة يدفعوها العسكر يدفعها، إيه في عذر يشريها دبابات وطيارات باش يضرب بها المغرب، لا يعطيها لاكاف باش المغرب ما يجيش يلعب، باش المنتخب المغربي ما يجيش، لأنه نخافوا لو كان يدي هو الكأس، لأنه الدورتين الأخيرتين المغرب هو اللي يربحهم. باش الناس تكون على بالها، باش الناس تكون على بالها. حكاية ما تدخلش بالطيارة للجزائر وما تجيش من المغرب بالطائرة ديالك وبدا كامل، الهدف تاعها شيري موراها انه المغرب ما يلزموش يشارك، لانه لو شارك ويدي الكاس في الجزائر تلك المصيبة الكبرى.
نولي من المهزله للمصيبه. هذا اللي راهو خايفين العسكر، هذا اللي راهم خايفين العسكر، ويعرفوا بلي الجمهور الجزائري جمهور رياضي، يصفق المغرب ويتذكر بلي المغاربه صفقوا الفريق الوطني الجزائري في 79 لما فاز على نظيره المغربي ب5-1. دونك الجزائريين راح يصفقوا الاولى، يخافوا لو كان تتقلب البلاد على جال اللي خسرنا ماتش اللي فيها مظاهرات. اي نعم اللي فيها مظاهرات واللي فيها الوغ، العصابه مستعده تدفع الثمن اللي يلزم باش المغرب ما يلعبش وما يفوش بالكاس وما صرالناش مشاكل. هذه هي، روحوا يلعبوا كاس العالم للانديه المونديالتو، وخلي ما يجيش رئيس الكاف ورئيس لافيفا، وحتى طمع لي مطمعين الناس قالوا لهم راح يحضر زيدان، هما ما قالوش ديال، قال لك مفاجأة 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 مفاجأة. واش ديال المفاجأة؟ سقسي جماعة لي تليفوني طاف داخل ماشي، قال لك زيدان راهو جاي. هذه المفاجأة، أداء زيدان يحضر الافتتاح، يعني شغل قال برومير ديال البريزون تاع لافيفا تاع لاكاف، ابا حنا نجيبو زيدان يحضر الافتتاح. الأولى صاروا بلاص با رؤساء هيئات دولية، الأولى زيدان اللي رابلاس با. ثانية تبين أن زيدان ما بعثوش دعوة، مازال ما بعثوهالوش، دوك صوف لا يدير الحنين وكذا ويعطوا له شيك مليح، يعطوا له شيك مليح ويبعثوا له طيارة، يقول الطيارة تجيبك تحضر الافتتاح تعاود تردك لحفظ ماء الوجه كما نقول لك، باش باليش يقدر يجيهم، لأنه إلى حد الآن نزل أسبوع على انطلاق البطولة الإفريقية المحليين، زيدان ما جا والو، مانيش عارف واش عطلهم واش دارهم، ربي يعلم. الله أكبر، الله أكبر، هشام عبود، هشام عبود.